إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعصمه من مضلات الفتن ويثبته على الحق في الدنيا والأخرى. عباد الله، قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وحظ الأمة على التعوذ به سبحانه من فتنة المحيا والممات وفتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال في أحاديث كثيرة صحيحة شهيرة. وسأذكركم ونفسي بفتنة الدجال، تلك الفتنة الخطيرة الكبيرة والتي يخشى منها على كل حي، فلقد حذر النبي حذر منها أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام أممهم تحذيرا وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم وبين وأبدى وأعاد بشأن هذه الفتنة، أعني فتنة الدجال، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيها قولا لم يقله نبي قبله لأمته: ففتنة المسيح الدجال الأعور، مسيح الضلالة، فتنة عظيمة خطيرة. أيها المسلمون، لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، وأنذر الأمة وقال فيها مبينا أمره قولا لم يقله نبي قبله لأمته، وشرع صلى الله عليه وسلم للأمة التعوذ من فتنته دبر كل صلاة، بأن يقول أحدهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فواجب الإيمان بخبره صلى الله عليه وسلم وسؤاله وسؤال الله تعالى العصمة من الفتنة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ولقد كان بعض السلف من التابعين رحمهم الله إذا علم أن أحداً لم يتعوذ في صلاته بهذا التعوذ أمره بإعادة الصلاة للاهتمام بهذا الدعاء، طمعاً في السلامة من فتنة الدجال. ولأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره على المنابر. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا لبعض قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. ولم يذكر الدجال في القرآن صراحة، لأنه بشر ظاهر نقص الخلقة واضح الذنب، فهو أحقر وأصغر من المقام الذي يدعيه، وأحرى ألا يذكر في القرآن نصا، فاقتضت حكمة الله تعالى ذكره إجمالا، ووكل الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان شأنه تفصيلا، ثم عذاب القبر وخروج يأجوج ومأجوج
وهما فتنتان قريبتان من فتنة الدجال. أيها المسلمون، في الصحيح عن الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، ولمسلم معه معه جنته وناره. وفي صحيح مسلم أيضا رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم، وفي رواية أكبر، من الدجال. وفي معجم الطبراني الأوسط عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهبط الله إلى الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. وفي مسند الحارث عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنذركم الدجال، إنه لم يكن نبي قبلي ممن كان قبلي إلا وقد أنذره قومه، وإنه فيكم أيتها الأمة. وفي سنن الدارقطني رحمه الله بسنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا أي يفسد، فيا عباد الله أثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي الله ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه الحديث. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، يعني الدجال، أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ فواتح سورة الكهف، وليستعن بالله تكن عليه بردا وسلاما، كما كانت على إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما. وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن معه شياطين تمثل على صورة الناس، فيأتي الأعرابي يقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شياطينه على صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، فيتبعه. وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها بإذن الله، ولن يعود بعد ذلك ولن يصل عن ذلك بنفس غيرها، يقول: انظروا إلى عبدي هذا، فإني أبعثه الآن يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله الدجال، ما كنت أبصر بك منذ اليوم. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه
فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، يعني راعية، ويمر بالحي فيصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم ماشية مواشيهم من يومهم ذلك. أعظم ما كانت وأسمنه وأمده خواصر وأدره ذروعا. وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أيامه 40 يوما، فيوم كالسنة ويوم دون ذلك، ويوم كالشهر ويوم دون ذلك، ويوم كالجمعة يعني الأسبوع ويوم دون ذلك، ويوم كسائر أيامكم. وفي آخر وسائر أيامه كالشررة في الجريد. وفي المسند وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إنه يعني الدجال آدم يعني أبيض يميل إلى السمرة قليلا أو الحمرة، ممسوح عين اليسار، على عينه ظفرة أي قطعة لحم غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص أي بإذن الله تعالى، وفي غيره ويحيي الموتى ويقول: أنا ربكم. أيها المسلمون، وفي صفته صلى الله عليه وسلم لخلق الدجال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فالتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى كأنما عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة غليظة، مكتوب عليها كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور هجان أي أبيض مع حمرة أو أمهق أزهر، كأن رأسه أصلة أي كرأس الحية. وأخرج الهيثم بن كليب في مسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا جحراء. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها صلى الله عليه وسلم حرفا كافارا، يقرأه كل مسلم. وهذه صفة عينه الشمال. وأما اليمنى فقال فيها: كأنها عنبة طافية. وفي أخرى: كأنها زجاجة خضراء. وفي أخرى: كأنها نخامة في جدار مجصص. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ. ومن صفته أنه قصير صحيح ضخم الجسم، كأن شعر رأسه أغصان شجرة أي قائمة متفرقة، عريض المنخر منحني الأنف. ووصف شعره هو على ما تسمعون في هذا الزمان ما يسمى بالكدش. ومن صفته أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كافر أي غير مسلم، وأنه لا يتزوج ولا يولد له، ولا يدخل مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس، وتنام عيناه ولا ينام قلبه، ويتكلم العربية، وهو رئيس اليهود. أيها المؤمنون، وفي النأي والفرار عن فتنته والصبر والصدع للحق عند مواجهته قال صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلا يأته، ومن حضر عنه فلينأ عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه أي يبعد، ومن حضر الدجال فلينأ عنه، ومن سمع به فلا يأته، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن ابتلي بمواجهته وقال له: أنا ربك، من قال: الله ربي، فلا فتنة عليه.
ومن قال أنت ربي فقد افتتن، وفي رواية من قال ربي الله فقد نجا، وفي المسند من قال كذبت لست بربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك لم يكن له عليه سلطان. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي سنن أبي داود رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم فمن أدركه فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا بأخبار الدجال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتحدثوا بها واعرفوها وافهموها، وحدثوها نساءكم وأولادكم لعظم الفتنة التي ينتظرها الحي من الناس به. ولقد قال بعض أئمة السلف إنه ينبغي أن تقرأ أحاديث الدجال على النساء والصبية، وقال ينبغي أن يعلمها معلم الكتاب لصبيانه الذي يعلمهم القراءة لأجل أن يكونوا على حذر من فتنته. فاتقوا الله عباد الله، واسألوا الله العافية من فتنته، واعرفوا ما تواجهونه به لو ابتليتم حتى ينجيكم الله منه ويحفظ لكم إيمانكم وتلقوا الله تعالى على دينكم ومنهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأنتم على ذلك فإن هذه الغنيمة العظيمة وموجبة سعادة الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه، وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الفتن فإنها في زمانكم تترى أيها المسلمون. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة عن الدجال وفي شأنه زمانا ومكانا ونشأة وصفة وخوارق وفتنة ووسيلة وغاية ونهاية وبيان ما يجب على المسلم نحوه ليتوقع شره وفتنته، بيانا منه صلى الله عليه وسلم للأمة ونصيحة. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال أكثر من 190 حديثا من الصحاح والحسان وما دون ذلك مما يوافق نصوص الشريعة ولا يخالفها. وقد دلت آيات القرآن الكريم وما صح من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة بالإذعان على وجوب الإذعان والإنقياد والتسليم لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان في الماضي وما يلزم المكلف في الحاضر وما يكون في المستقبل من أمر المبدأ والمعاش والمعاد والحكمة من الخلق والرزق وتكليف العباد، أي الغاية من القدر والشرع والجزاء وكل ما يتعلق بذلك، لأن ذلك من الإيمان بالغيب الذي هو أصل أصول الإيمان، ومن التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل الله من عامل عملا ما لم يصدق به ويتبعه، يصدقه ويتبعه.
أيها المؤمنون، ولقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بشأن الدجال وأمره وخاتمته من وجوه متعددة. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة، أي أهل الحق التابعين للصحابة والتابعين لهم بإحسان من المحدثين والفقهاء والنظار، إثبات خروج الدجال خلافاً لمن أنكره من الخوارج والمعتزلة والجهمية، من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. أيها المسلمون، وخلاصة ما يفهم من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال أنه شاب يهودي، دلت بعض الروايات الضعيفة على أنه يولد قبل خروجه بفتنته بأربعين سنة. الثاني أنه آدمي ناقص الخلقة مشوه الصورة، هو أشأم مولود وأقله بركة وأسوأه خاتمة، وأنه يعيش ويترعرع في أحضان اليهود في حي يقال له اليهودية بأصبهان وفي أحضان المجوس. الثالث أنه شخص يبتلي الله تعالى به عباده في آخر الزمان بما يقدره عليه سبحانه من أشياء من مقدوراته، من إحياء الموتى وأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت وإبراء الأكمه والأبرص وإخراج الكنوز من خربات الأرض المدهونة، فما يجريه الله جل وعلا على يديه بمشيئته سبحانه لما له من الحكمة، ثم يعجزه الله على رؤوس الأشهاد في نهاية أمره، فلا يقدر على قتل الرجل الصالح الذي يواجهه أمام الناس بالتكذيب والشهادة عليه بأنه الأعور الدجال، فلا يستطيع قتله. الرابع أنه يستخدم شياطين وقبائل من الجن ومنهم السحرة والكهنة، ويتعاطى خوارق يموه بها على الناس فيما يدعيه، وإلا سمي بالدجال لعظم كذبه وكثرة تمويهه. الخامس أنه يخرج في أصفهان من بلاد إيران على رأس أربعين سنة فيما ذكر من ولادته، ويأتي جزيرة العرب من طريق مختصر بين الشام والعراق، ثم يطوف الأرض كلها كالريح السريعة وراء السحاب الممطر، ولا يصان من الأرض فلا يطأه إلا مكة والمدينة، وفي رواية بيت المقدس تطرده الملائكة عن مداخل هذه العواصم الإسلامية الكريمة تكريما لها. السادس أنه يظهر في أول أمره بمظهر الدعاة الإصلاحيين فيما ذكر العلماء، أي أنه ممن يدعون فيما يزعمون إلى الإصلاح على غير هدي الكتاب ومنهاج النبوة وعلى غير سنن السلف الصالح. ودلت الأحاديث الثابتة الصحيحة أنه يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، فيزعم أنه هو الرب المعبود وأن الناس له عبيد، وحينئذ تظهر على يديه أكبر الخوارق وأسباب الفتنة. السابع أنه يتبعه 60,000 من يهود أصبهان، منهم جيشه المسلح الذي يحمل شارته ويعمل بإشارته. الثامن أن أكثر من يتبعه الكهنة بعد اليهود، الكهنة والعرافون والسحرة والأعراب والنساء والأحداث السفهاء. التاسع أن موعد خروجه في آخر خلافة المهدي المنتظر محمد بن عبد الله الحسني المطلبي من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان من مكة، شرفها الله في آخر الإسلام في وقت أهل الإسلام بأشد الحاجة إليه، فيظهره الله تعالى رحمة بالمؤمنين وغيظا لأعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس المتمسلمين، فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وينصره الله وتعالى والمسلمين
على عدو من جهة الشرق، ثم ينصره الله تعالى على الروم في الشام، ثم يفتح الله على يديه روما ثم القسطنطينية. فبعد فتح القسطنطينية يسمع بخبر الدجال في الشام، فإذا هو قد ظهر. العاشر: أنه لم يحدد الدجال بشخص بعينه، بل كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فتذكر أوصافه وأحواله وخوارقه وحوادثه ونهايته دون تحديد شخصه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشخاص فيما رأى أن الأوصاف التي أوحيت إليه تنطبق عليهم، ولم يقطع صلى الله عليه وسلم بذلك جازما. فتدرج في بيان شأن الدجال للنبي صلى الله عليه وسلم كما تدرج في بيان جملة من الأحكام، فيخبر صلى الله عليه وسلم في كل وقت بما بلغه، ويذكر الأوصاف بحسب ظنه دون جزم، حتى جلي له أمره، أمر آخره، أمره في آخر الأمر، وأنه لم يكن موجوداً بل سيوجد. ومن أدلة ذلكم قول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقد أجمع المسلمون على أن الدجال بشر، فلو كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلد. الثاني: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره، أنه قال ذات ليلة في آخر عمره صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يوجد ممن هو على ظهر الأرض أحد. وذلك بعد إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشخاص كان يظن أن أوصاف الدجال منطبقة عليهم. الثالث: اختلاف العلماء من لدن الصحابة. الثالث: معارضة ما ذكر من الأحاديث في تحديد الدجال بشخص بعينه، وإن كانت في أحاديث صححها أهل العلم، إلا أنها معارضة لآيات القرآن وجملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان. كذلكم اختلاف الصحابة العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين وتابعيهم وأتباعهم إلى زماننا هذا في تحديد شخص معين، فلم يتفقوا على شخص معين أنه الدجال، بل الخلاف لا يزال باقيا. فاعرفوا ذلكم عباد الله، ولا تغتروا بما قد تسمعون، ولا تغتروا بما قد تسمعون من تحديد شخص بعينه. كذلكم عباد الله، فإن آخر أمر الدجال بعد أن تطرده الملائكة عليهم السلام عن دخول المدينة ومكة وبيت المقدس، يخرج منافقوها ومشركوها وأهل الخبث فيها إليه، ثم يتجه بهم إلى الشام، وتكون يهود قد اجتمعت له وسلمت له زعامتها ورئاستها، وتزودت بسلاحها لقتال أهل الإسلام، وتجهز المسلمون بقيادة الأمير الصالح المصلح المهدي الحسني الهاشمي المطلبي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته قاتل أهل الوثنية والروم وفاتح روما والقسطنطينية. ففي هذه الأيام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام سحراً على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويوافي المهدي والمسلمين قد اجتمعوا في المسجد لصلاة الفجر في بلدة اللد من فلسطين، فتقام الصلاة ويقدم المسيح عليه السلام، فيعتذر ويقول للمهدي: إنما أقيمت لك بعضكم على بعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. فيتقدم المهدي ويصلي بعيسى عليه السلام والمسلمين، تحقيقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قوله في الحديث الصحيح: من الذي يصلي وراءه ابن مريم، وقوله صلى الله عليه وسلم:
كيف بكم إذا نزل بفيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فإذا فرغوا من الصلاة سمع صوت وجلبة من خارج المسجد، فيأمر عيسى عليه السلام بفتح الباب من قبل القبلة، فيفتح وإذا بالدجال خارجه، فيخرج عليه عيسى عليه السلام معه حربته، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيطعنه في حربته في بطنه حتى يقتله ويهلكه الله على يديه. تلكم عباد الله نبذة موجزة مما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وإخباره بشأنه وتحذيره من فتنته، فاسمعوها واحفظوها وعوها وتحدثوا بها وتذاكروا بشأنها، تكن من أسباب عصمتكم ونجاكم من فتنته ولزومكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولقائكم ربكم جل وعلا على ملته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.